أغرق شخص غامض يبدو أنه قاتل متسلسل فرنسا في جو من الحزن والإدانة الاثنين بعد قتله 4 يهود بينهم 3 أطفال أمام مدرسة يهودية في تولوز جنوب غربي فرنسا في أسوأ هجوم معاد للسامية في البلاد منذ 30 عاما. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعليق حملته الانتخابية على الأقل حتى الأربعاء، وقد تجمع أكثر من 1000 يهودي مساء الاثنين في كنيسة الناصرة في وسط باريس لإحياء مراسم خاصة تكريما لذكرى الضحايا اليهود في إطلاق النار في تولوز. يبدو أنه كان يعرف بالضبط ماذا كان يقوم به ومن كان يستهدف، واستخدم الرجل الذي دخل الاثنين إلى المدرسة السلاح نفسه الذي استخدم في قتل 3 عسكريين في المنطقة نفسها خلال الأيام 8 الماضية، وكان يتنقل على الدراجة النارية المسروقة نفسها من نوع ياماها بحسب الشرطة. ويعتبر الاعتداء الذي أثار الذهول في البلاد الأول من نوعه ضد يهود في فرنسا منذ الاعتداء الذي أوقع 6 قتلى في باريس في العام 1982 ضد مطعم معروف في الحي اليهودي للعاصمة.